واني من معرفتي بالعديد من الاخوه في مصر واثق بان الاغلبيه الساحقه في مصر اعرف الحكم لا تريدوا كامب ديفيد. كامب ديفيد حفره وقعت بها مصر. كيف نخرج مصر من هذه الحفرة؟ بالكلام والدعوات الصالحات وحدها لا يكفي. أقول لكم على سبيل المثال، قبيل زيارة الرئيس حسني مبارك إلى واشنطن، اتصلت الخارجية المصرية بالسفير المصري في واشنطن وقالت له يستحسن لو أن الرئيس مبارك يعيد السفير المصري إلى تل أبيب قبل زيارته إلينا، وإلا فقد يجد الرئيس ريغان صعوبة في تمرير العقد الثاني من المعونات الأمريكية إلى مصر في الكونغرس الأمريكي. وعلى ما علمت أن السفير أرسل إلى رئيسه بهذا المعنى، فكان رد الرئيس مبارك إذا كان هنالك من مشكلة بين الرئيس والكونغرس الأمريكي فهذه مشكلة أمريكية لا تعنيني وأنا مستقل في سياستي الوطنية. وأضاف الراوي أن مصر تعمدت تمرير هذا الخبر على عدد من السفراء العرب ولم يتلقى أحد في القاهرة إشارة من دولة عربية تقول لا بأس أيها الرئيس اصمد على موقفك، ابق سفيرك في القاهرة لا ترسله إلى تل أبيب، وإن تأخرت شحنات القمح الأمريكي على الطريق فأنا قفيل بتسديد ثمنها من أموال العرب والأمة العربية. هكذا نتكلم عن مصر، الحضارة والثقل وهذا صحيح، ولكن هذا منظور أحادي لمصر. مصر بقدر حاجتنا إليها هي أيها الإخوة كذلك بحاجة إلينا، فكيف نتعامل مع مصر؟ قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع مصر تضامنا مع قمة بغداد، ولا بأس من الاستمرار في قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى أن يتم قمة عربية إن تمت قمة عربية في المستقبل المنظور. ولكن هل نقف عند هذا الحد؟ هل نبقي راية فلسطين منكسة في الدؤ وعلى بعد أمتار راية إسرائيل فوق سفارتها؟ هل نترك أهلنا في مصر وفي قطاع غزة من دون من يرعاهم؟ هل تريدون منهم أن يقضوا حاجاتهم عبر الاتصال المباشر بالأجهزة المختلفة، أم تريد أن يكون هنالك من يرعاهم ويسعى لتحقيق مطالبهم وقضاياهم المعيشية؟ فكروا في الأمر. الأردن، الأردن شئنا أم أبينا، شاء الأردنيون أم أبوا، نحن في خندق واحد ونحن شعب واحد وتربطنا صلة قربة ورحم ومصير، والمصير أهم من كل شيء. وكل من أخذ ويأخذ على منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها، هذه المحاولة عبر السنتين الأخيرتين لتطوير العلاقات مع الأردن، ألا يعرفون هؤلاء أن لا طريق إلى الضفة غير عمان؟ ألا يعرفون أن أهلنا يعيشون حول الضفتين؟ لا، بل أكثر من ذلك، إنني أرى في من حملوا هذه الحملة المبالغ بها على تطوير علاقاتنا مع عمان والذين أخذوا علينا اجتماعنا هنا في عمان كأني بهم وقد ساهموا في إغلاق جميع الأبواب، يريدوننا أن نكون نحن هنا في عمان. ولا بأس، نحن هنا في عمان ونقول كلمتنا في عمان صريحة حرة، ويشهد الله أن ملك الأردن كان صادقا وصريحا
في مخاطبته لنا في جلسة الافتتاح. لم يعدنا بشيء، لم يحررها من البحر حتى النهر، حتى على صعيد الحلول السياسية قالنا ما فيش شيء. وما تفرحوش، لأنه في من الناس كتير بتفرح لما نسمع إنه فيش حل سياسي، خي خلصنا. لا، هذه منتهى المأساة، إنه ما حد عم بيفكر فينا. يعني فيش حل، يعني فيش تفكير فينا، يعني إحنا مش قضية ساخنة. يعني الجوع في أثيوبيا أهم من قضية فلسطين. وقال الرجل بوضوح، أشير إلى عدد من نقاط جلالة الملك في خطابه أعتقد أنها مهمة. أولا، على لسان جلالة الملك اعتراف واضح وصريح لا يقبل أي تفسير بالهوية الوطنية الفلسطينية. هذا شيء علينا أن نمسك به ونعمل على ترسيخه. ولا أقول ذلك أيها الإخوة، ولا سيما في الساحة الأردنية، أنني حريص على فلسطينيتي رفضا لأردنيتي. لا، أنا حريص على فلسطينيتي من أجل مستقبل تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني. من هذا المفهوم فقط، وحاشا لي أن أجد هوية أشرف من أن أكون عربيا وحسب. وتحدث جلالة الملك معلنا بكل الوضوح بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد. قالها رأس الدولة. نحن في منظمة التحرير، أي أنتم الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وقال لن أتكلم بالنيابة عنكم، فكفى من يصرخون هنا وهناك لا تفويض ولا إنابة ولا كذا. أهو رئيس الدولة قال لكم أنا بديش أتكلم هنا. إحنا وياكم، إحنا وياكم. عاد التلاعب الأردني عن فلسطين. وقال أنه بصدد طرح عليكم تصور. ومن المناقشات التي سمعتها، لم أسمع من نقد لهذا التحرك أو هذا التصور غير قرار 242. وأنا أعرف أننا نرفض القرار 242، ولكني في نفس الوقت أعرف لماذا أشار الملك حسين إلى القرار 242. القرار 242 يا إخوان كما تذكرون هو القرار الذي اتخذ في عشية مأساة 67، والذي وقفت الحرب العربية الإسرائيلية بموجبه. فهو لا يستطيع أن يقول معكم لا 242. إذن ما العمل؟ طبعا ما يتعلق بالمؤتمر الدولي شيء هام كلنا نوافق عليه، لكن كيف يمكن، أو دعني أسأل، ما هو التصور الفلسطيني الذي على منظمة التحرير الفلسطينية أن تقدمه لكي يتمكن